أكد الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين أن الوزارة تقوم باستيراد تقاوى البطاطا من دول معروفة مثل هولندا وفرنسا وبلجيكا، ويتم فحصها في مختبرات الوزارة، وجميع نتائج فحوص هذه التقاوى أثبتت خلوها من الفيروسات والأمراض. وبيّن حدادين أن بعض المزارعين يقومون بزراعة تقاوى محلية أو تقاوى لشركات غير مسجلة لدى الوزارة. هذه التصريحات جاءت ردا على شكاوى تقدم بها عدد من مزارعي البطاطا في وادي الأردن على شركة مستوردة للتقاوى، قالوا إنها تسببت بخسائر قدرت بثلاثة ملايين دينار. عندنا أحد أصناف البطاطا هذا الصنف مصاب ببكتيريا الأرينا، هذه البكتيريا نتج عنها خسائر فادحة للمزارعين، خسائر كبيرة. هذا الصنف تقريبا دخل منه 1630 طن بطاطا كما سمعت من المزارعين.